عندما عجزت على تأسيس وترسيخ مفهوم الدولة، لأن واضح هنالك العديد من الأطراف السياسية ما يؤمن بالدولة، لأن الدولة طاردة له. اليوم نشوف قائد ميليشيا في ظل سلطة هو صاحب قرار، لكن في ظل دولة تحطه بالسجن، مكانه بالسجن، مو مكانه يعني يكون صاحب قرار. فلذلك أكو حرص أن ما يكون هنالك دولة. ولذلك نعم هذا مو منطق دولة، لأن الدولة يعني يفترض أنه تمتاز بالعدالة، جميع المواطنين درجة أولى، جميع المناطق درجة أولى. فمن شفت هذا الموضوع أنا اليوم يعني أكو جهد استثنائي صار في منطقة العامرية، سيتوسع إلى المناطق المجاورة أيضا، وهنالك خط موازي. الخط الموازي أعلنه بكل صراحة، الإخوان يقولون عملية ديمقراطية، إذا أنا اليوم أبني تنظيم في منطقة العامرية هدف الخروج بمظاهرات سلمية مطلبية خدمية حتى نكسر هاي النمطية والمناطق حبابة. مو يقولون المناطق حبابة ومناطق خدمات العامرية، دخل لي أرويهم ذاك الوقت وآني في مقدمة الصفوف هذا المفهوم كيف سيكسر، وبالنتيجة ستخرج صرخة وصوت من منطقة العامرية إن شاء الله سيعيد هيبة مناطق غرب بغداد جميعا بإذن الله. شلون؟ لأنهم على حق ولأننا على حق، ولأن من يحجب الخدمات عن مناطق غرب بغداد هو على باطل.